قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المفرش اللي بدأناه مع بعض. هنرتفع 5 سلاسل وهنشتغل فراغ فوق الأعمدة. وهنشتغل أعمدة في الفراغ. وهنشتغل 3 فراغات. وهنشتغل أعمدة فوق الأعمدة. وهنشتغل أعمدة في الفراغ. وهنشتغل فراغ فوق الفراغ. فراغ فوق الأعمدة. وأعمدة في الفراغ. و3 فراغات. وهنشتغل أعمدة في الفراغ. وفراغ في بداية الأعمدة. هسيب عمودين، في العمود التالت هشتغل عمود. وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة. وأعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة. وهشتغل فوق كل عمود عمود. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. وهشتغل أعمدة في الفراغين اللي بعد الأعمدة دول على طول. بعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ لغاية ما اوصل للصدفة. اشتغلت 13 فراغ. وهشتغل 2 سلسلة. وهتجاهل الفراغ ده اللي قبل الصدفة. وهشتغل صدفة. 3 أعمدة. 2 سلسلة.
ثلاث أعمدة. وهشتغل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وهشتغل صدفة، بعد كده هلف الشغل وهشتغل منزلقات فوق الصدفة عشان اوصل للفراغ. هرتفع 3 سلاسل وهشتغل عمودين. العمود التالت هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهشتغل في العمود كده على طول غرزة منزلقة، وهشتغل 3 أعمدة. بعد كده هشتغل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهسيب أول سلسلة وفي تاني سلسلة هعمل غرزة حشو، والتالتة اللي بعدها على طول. يعني هسيب من تحت كده 3 سلاسل، والسلاسل اللي فوق دي كلها هشتغل فيها غرز حشو. بعد كده هاخد لفة على الإبرة وهاجي هنا في الـ3 صفوف دول اللي فيهم السلاسل، هشتغل عمود اهو غير مكتمل، وهشتغل تاني عمود، وهسحب الغرز كلها في غرزة واحدة. هرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وهاجي هنا كده في السلسلة التانية هشتغل غرزة حشو اللي بعدها. وهاجي كده في بداية الفراشة كده هشتغل برضو غرزة حشو عشان اثبتها. كده انا بشتغل شنبات الفراشة. بعد كده هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. وهاجي هنا هشتغل 3 أعمدة. هرتفع 4 سلاسل وهشتغل منزلق، وبعدين اشتغل 3 أعمدة تاني. وهشتغل فراغ فوق الأعمدة. وهشتغل فوق كل فراغ فراغ. ده تاني فراغ. هشتغل بقى فوق الفراغات دي كلها لغاية ما اوصل للأعمدة. اشتغلت 15 فراغ وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة. وهشتغل أعمدة في الفراغ.
واشتغل فراغ في بداية الأعمدة، وهشتغل فوق كل عمود عمود، وأعمدة في الفراغ. وأربع أعمدة في بداية الأعمدة، والفراغ فوق الأعمدة، بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ وأربع أعمدة فوق الأربع أعمدة، وهشتغل أعمدة في 3 فراغات، هشتغل فراغ فوق الأعمدة وفراغ فوق الفراغ، وهشتغل أعمدة في الفراغ، أربع أعمدة في بداية الأعمدة، ده أول عمود، 2 3 4، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغين، 1 2، وهشتغل كمان فراغين، هيبقى عندي 4 فراغات. وهشتغل أعمدة في آخر فراغ، وهرتفع 5 سلاسل، وهلف الشوط، وهشتغل فراغ فوق الأعمدة وأعمدة في الفراغ، بعد كده هشتغل 3 فراغات، وهشتغل 7 أعمدة فوق الأعمدة على طول، وهشتغل 6 فراغات، وهشتغل 4 أعمدة، وأعمدة في الفراغ،
وهشتغل 7 أعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغين. 1 2، وهشتغل أعمدة في الفراغ. 1 وهشتغل فوق كل عمود عمود. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. بعد كده هشتغل أعمدة في 4 فراغات. وهشتغل فوق كل فراغ فراغ. اشتغلت 11 فراغ، وهرتفع 5 سلاسل، وهشتغل فراغ فوق الفراغ. هشتغل 10 فراغات، ده أول فراغ ودي تاني فراغ. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فوق كل عمود عمود. وهشتغل أعمدة في الفراغ اللي بعده على طول. بعد كده هشتغل فراغ في بداية الأعمدة. وفوق كل عمود عمود. وهشتغل أعمدة في الفراغ. وهشتغل فراغين. وهشتغل دي كلها كده أعمدة، أعمدة فوق الأعمدة، وأعمدة في الـ6 فراغات، وأعمدة فوق الأعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. اشتغلت فراغ في نهاية الأعمدة. هشتغل كمان 4 فراغات، هيبقى عندي 5 فراغات. وهشتغل في الفراغ ده صدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. وهشتغل 7 سلاسل. وهشتغل صدفة في الفراغ التاني 3 أعمدة. سلسلتين 3 أعمدة. وألف الشغل واشتغل منزلقات. لغاية ما اوصل للصدفة
وهشتغل برضو فيها صدفة، وهشتغل برضو 7 سلاسل، وهشتغل صدفة، وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، وهشتغل فوق كل فراغ فراغ، وهشتغل فراغين في بداية الأعمدة، كده بقى عندي 8 فراغات، وهشتغل فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ، وهشتغل فراغ فوق الفراغ، كده يبقى عندي فراغين، وهشتغل أعمدة في الفراغ، وهشتغل في كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. وهشتغل أعمدة في الفراغ، وهشتغل فوق كل عمود عمود، فوق الأعمدة دي كلها كده أعمدة، وفي الفراغ ده برضو أعمدة. بعد كده هنشتغل فوق كل فراغ فراغ لغاية آخر السطر. لو عدينا الفراغات دي هنلاقيها 9 فراغات. ان شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الليل.